عموما دي زاكسيدون دو سيركلاسيون فما. دونك هذا كان الانشغال ليهم، احنا تلبيه الانشغال ليهم وراحه المستعمل الطريق، وهذا هو في المستقبل يعود الطريق اللي من بير العاتر رايح. المشروع الهام، المشروع المهيكل لاجتناب منجم الفوسفات على مسافه 16 كيلومتر، وهو مشروع بغلاف مالي 120 مليار سنتيم، يسمح لشركة سوميفوس للأشغال بكل أريحية واستغلال كل المساحة المخصصة للمنجم، وأيضا يقي أيضا حركة المرور من كل المشاكل التي تعترضهم عند تجاوزهم وسط هذا المنجم. المشروع حاليا على مسافة على نسبة 85%، من المنتظر إن شاء الله استلام كل الطريق إن شاء الله خلال الأشهر الأولى من السنة القادمة.